مرحبا بكم لي زغفيا. اليوم الفيديو هذه عندها نكهة خاصة على خاطر مش نعلن فيها على انطلاق العمل في أرفيا الجيري. الخبر هذا كنا نستناو فيه عنا برشا بالدقيقة والدرج، واليوم الخبر الصعيد يجي. الحمد لله اللي يخدم يلقى واللي يصبر ينال. مش نفسر لكم كيفاش ووقتاش مش يتم الانطلاق في أرفيا الجيري. قبل نحب نشكر كل من ساهم في الإنجاز هذايا، نساء ورجال توانسة وتزيرية اللي يخدموا بتفاني، وفما شكون حتى خدمة 18 ساعة في النهار باش اليوم يجيكم الخبر الحلو هذا. ناس خدمت بحب باش اللوجيسيال يكون حاضر، باش المنتوجات تكون حاضرة، باش الإدارة تكون حاضرة. يعطيكم الصحة وصحة لنا. يوم 4 جانفي 2021 هو اليوم باش يتم فيه الانطلاق في أرفيا الجيري. كل واحد ينجم يعدي لي كوموند نتاعو من الدات هذه، لكن يوم 9 جانفي نبداو نبعثوا لي كوموند بالترونسبورتور، ويوم 9 جانفي يتم فتح ابواب المقر الرسمي أرفيا الجيري اللي مش نعطيكم في الايام القادمه العنوان نتاعو باش تنجموا تمشيو. عملنا مقر يليق بأرفيا الجيري، يليق بالليزومبيسيون اللي عندنا وبالاهداف اللي عندنا، وان شاء الله بالتوفيق للناس كلها. أرفيا فتحت صفحة جديدة وهي صفحة العالمية. مع التغيير هذا فما مصطلح جديد هو لو بي ديكزرسيس ولا بلاد العمل، وهي البلاد اللي يخدم فيها لو كونسي أرفيا. مثلا التوانسة اللي عايشين في تونس والا لي زيترونجي اللي عايشين في تونس وعندهم كارت سيجور، لو بي ديكزرسيس نتاعهم تونس. والجزائريه اللي عايشين في الجزائر والا لي زيترونجي اللي عايشين في الجزائر وعندهم كارت سيجور جزائريه، لو بي ديكزرسيس نتاعهم هو الجزائر. وهنا كل واحد عنده كود أرفيا ما ينجم يشري كان في البي ديكزيسيس نتاعو. دونك التوانسة ما ينجمو يشريو كان من تونس، والجزائرية ما ينجمو يشريو كان من الجزائر. لكن واحد ان كونسي أرفيا ينجم يبدل البي ديكزيسيس نتاعو إذا كان بدل مكان الإقامة نتاعو، لكن ما نجمو نبدلولو البي ديكزيسيس كان في بداية الشهر اللي يلي الطلب نتاعو. مثلا كان هو الطلب انه يبدل البي ديكزيسيس مثلا نهار 2 في الشهر والنهار 10 ونهار 25، من نجمو نبدلولو كان في اول الشهر الموالي. لهذا نخبركم بحاجه مهمه ياسر. في اول جانفي وقت اللي تحل اللوجيسيال، اللي عنده كود يبدا بتي ان مش يلقى روحو البي ديكزيسيس نتاعو تونس، واللي عنده كود يبدا بدي زيد مش يلقى روحو البي ديكزيسيس الجيري. دونك انا ننصحكم تردوا بالكم تثبتوا من هنا ل 31 ديسمبر. شوفوا في ماشي غلطة، في ماشي واحد زيري ويلقى روحه معناتها كودو يبدا بالتيان، ولا واحد تونسي ويلقى كودو يبدا بالدي زاد، باش تخبرونا بالهلبديسك ولا بالتليفون باش نغيروا إذا كان فما تغيير. على خاطر كان فما معناتها غلطة تشتقوا بها في جانفي، من نجموا نبدلوا البي ديكزرسيس كان في 1 فيفري. باش نبداو نخدموا في الجزائر بكتالوج فيه تقريبا 30 منتوج. هذه ذكرنا بتجربتنا في تونس وقت اللي بدينا ب 12 منتوج، لكن الحقيقه الفرق بعيد. بما انه في الجزائر باش تكون بطريقه سريعه باش نزيدوا منتوجات اخرين، الكتالوج باش يكبر بطريقه سريعه ان شاء الله. هنا الكتالوج باش تكتشفوه في صفحاتنا الرسميه وفي السيت ويب أرفيا في الايامات القادمه. نعلم انه الجزائريه ينجموا يركريتيو التوانسه، التوانسه ينجموا يركريتيو الجزائريه، وهنا فرصه العمل تكون اكبر، وهنا لوبورتينيتي أرفيا تكون اكبر للنتوركر اللي يجمو يمشوا لبعيد. ان شاء الله حظ وفير للناس الكل. اختنموا الفرصه، انا ديما نقول حتى في تونس بركه الفرصه مازالت كبيره ومازالت تيران فياج وتجمو تحققوا احلامكم، لكن مع الجزائر الفرصه اكثر. ان شاء الله يا رب كل واحد يحب ينجح في النتورك أرفيا تعطيه اسباب النجاح. ونوعدوكم ان هذه بتكون كان المحطه الاولى بما انه عندنا في العالميه، بما انه عندنا التحدي ان نمشيو اقل شيء ل 50 بلاد من هنا ل 2026. وان شاء الله مهما كانت احلامكم أرفيا تكون الوسيله باش تحققها، وأرفيا صحه لنا.